بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا لذا آمر بأنك الرؤوف الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا زلنا نقرأ من كتاب ذم الكبر إحياء علوم الدين الإمام غزالي رحمه الله رحمة واسعة، ورحم علماء المسلمين أجمعين وطلبة العلم ومحبيهم وأمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وللتذكير حتى نربط كلام بعض بعض فقط حتى نفهم الإطار الذي نتحدث فيه، بداية هذا العنوان كان بيان ما به التكبر، وقال الإمام غزالي أنه لا يتكبر إلا من صعد نفسه ولا صعدمها إلا ويعتقد لها صفة من صفات الكمال، ومجامع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي. فالديني هو العلم والعمل، والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة أسباب. نحن لازلنا نقرأ يعني ما قبل الجمال والقول يعني بأنه هنالك بقايا من العلم والعمل، ثم التكبر بالحسب والنسب، ثم الجمال. ووصلنا من التكبر العلماء والعباد، قال المصنف: لكن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلبه، يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيرا من نفسه. وهذا قد رسخ في قلبه شجة الكبر، ولكنه قطع أغصانها بالكلية. يعني موجود ولكنه لا يسمح له بأن يظهر، يعني قصقص أجنحة الكبر ولكنه موجود. وهذا معنى أنه قطع أغصانها بالكلية. الثاني أن يظهر ذلك على أفعاله، بالترفع في المجالس والتقدم على الأقران، وإظهار إنكار على من يقصر في حقه. وأدنى ذلك في العالم أن يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، وفي العبد أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه متنزه عن الناس، مستقدر لهم أو غضبان عليهم، وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تخطب، ولا في الوجه حتى يعبس، ولا في الخد حتى يصعر، ولا في الرقبة حتى تطأطأ، ولا في الذيل حتى يضم. إنما الورع في القلوب، ذيل اللباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، أشار صدري ثلاث مرات. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأتقاهم، وكان أوسعهم خلقا، وأكثرهم بشرا وتبسما وانبساطا. يعني حتى أن الجارية تمسك بيده صلى الله عليه وسلم حتى تذهب ليقضي لها حاجتها. وكان يحتطب لأصحابه، يعني ضربنا هي أمثلة الطفلة الصغيرة. تحدث عن أصحابه صلى الله عليه وسلم حينما يكونون مثلا في السفر وفي بيته، كان يرثي ثوبه ويقصف نعله، كان يصنع شيئا يخزن شيئا، كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. هنا يتحدث عن يعني قضية ومن بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ها هو التواضع، أجمل ما يكون التواضع. وذلك قال الحارث ابن جزء الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجبني من القراء كل طلق مضحك،
فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعمل فلا أكثر الله في المسلمين مثله. يعني على ما يخطب حاجبيه، نعم، تلقاه بالابتسامة والترحاب ويعبس في وجهك، ولا أن، نعم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو كان الله تعالى يرضى ذلك لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهؤلاء الذين يظهر أثر الكبر على شمائلهم أحوالهم أخف من أحوال من هو في الرتبة الثالثة، وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوة والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس وحكاية الأحوال والمقامات والتشمر لغلبة الغير في العلم والعمل. أما العابد فإنه يقول في معرض تفاخر لغيره من العباد: من هو وما عمله ومن أين زهده؟ فيطول اللسان فيهم بالتنقص، ثم يثني على نفسه ويقول: إني لم أفطر منذ كذا وكذا، ولا أنام بالليل، طبعا في غير رمضان، ولا أنام بالليل وأختم القرآن في كل يوم، وفلان ينام سحرا وليلة القراءة وما يجري مجراه، وقد يزكي نفسه ضمنا فيقول: قصدني فلان بسوء فهلك ولده، أو أخذ ماله، أو مرض، أو ما يجري مجراه، ويدعي الكرامة لنفسه. وأما مباهاته هو أنه لو وقع مع قوم يصلون بالليل قام وصلى أكثر مما كان يصلي، وإن كان يصبرون على الجوع فيكلف نفسه الصبر ليغلبهم ويظهر لهم قوته وعجزهم، وكذلك يشتد في العبادة خوفا من أن يقال: غيره أعبد منه أو أقوى منه في دين الله. وأما العالم فنتفاخر ويقول: أنا متفنن في العلوم ومطلع على الحقائق، ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا، ومن أنت؟ وما فضلك؟ ومن لقيت؟ وما الذي سمعت من الحديث؟ كل ذلك يصغره ويعظم نفسه. نعم. وأما مباهاته هو أن يجتهد، فهو أنه يجتهد في المناظرة أن يغلب ولا يغلب، ويسهر طول الليل والنهار في تحصيل علوم يتجمل بها في المحافل كالمناظرة والجدل وتحسين العبارة وتشجيع الألفاظ. وحفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على الأقران ويتعظم عليهم، ويحفظ الأحاديث ألفاظها وسيدها حتى يرد على من أخطأ فيها، فيظهر فضله ونقصان أقرانه، ويفرح مهما أخطأ واحد منهم ليرد عليه ويسوءه إذا أصابه أحسن، خيفة من يرى أنه أعظم منه. هذه كلها أخلاق الكبر وآثاره التي يثمرها التعزز بالعلم والعمل، وأين من يخلو عن جميع ذلك وعن بعضه؟ فليت شعري: من الذي عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل أو حبة خردل من كبر. مقدار حبة من خردل من كبر، رواه مسلم. فكيف يصعظم نفسه ويتكبر على غيره ويقول، وهو بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار، قال: لا يدخل الجنة. نعم. وإنما العظيم انخلع عن هذا،
ومن خلى عنه لم يكن فيه تعظم وتكبر. والعالم هو الذي فهم أن الله تعالى قال له: إن لك عندنا قدرا ما لم تر لنفسك قدرا، فإن رأيت لها قدرا فلا قدر لك عندنا. ومن لم يعلم هذا من الدين فاسم العالم عليه كذب، ومن علمه لزمه ألا يتكبر ولا يرى نفسه قدرا، فهذا هو الكبر بالعلم والعمل. الثالث التكبر بالحسب والنسب. فالذي له نسب شريف، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا وعلما. قد يتكبر بعض فيرى أن الناس له موال وعبيد، ويأنف من مخالطتهم وجلستهم، وثمرته على اللسان التفاخر به، فيقول لغيره: يا نبطي ويا هندي ويا أرمني، من أنت ومن أبوك؟ فأنا فلان ابن فلان، وأنى لمثلك أن يكلمني أو ينظر إلي، ومع مثلي تتكلم وما يجري مجرى. نعم. وليس فقط الذي له نسب شريف يفعل هذا، وقد يدعي لنفسه. بل هذا التمييز ضد، يعني هنا حينما قال يا نبطي يا هندي يا أرمني، حينما تحدث عن أقليات، فإذا كان من كما نسمى، يعني قد يكون هو في بلده، يعني بلد، يعني من بلد اضطر للذهاب للبلاد العربية للعمل، كان يكون من مثلا من بنغلاديش على سبيل المثال الحصر، أو من الباكستان مثلا، أو من الهند، يعني كثير من هؤلاء لا يعاملوا معاملة جيدة. وليس فقط من أنت، المشكلة أيضا يعني الحرمان من ال ولا وليس ولا يعمم هذا، يعني لا يقال أن الدولة هكذا أو أن الشعب هكذا. نعم. امرأة إندونيسية عملت في بعض بلاد، يعني حقيقة كانت يعني تخدم ليس بعيدا عن مكة، وخدمت عائلة سنوات، فلما انتهى عملها يعني عادت إلى بلادها، ولم يسمحوا لها لا حجا ولا، وهي على بعد الجدة. يعني أليس هذا من الظلم، تكون على بعد ساعة بالسيارة ولا يسمح لها أن تصل مكة وهي مسلمة؟ ولدينا تمييز ما بين المشارق والمغاربة والشمال والجنوب في نفس الدولة، كل دولة في عربية بين شمالها وجنوبها هنالك تمييز. نعم. من أنت وأنا أبوك، فأنا فلان ابن فلان، وأنى لمثلك أن يكلمني ينظر إلي، ومع مثلي تتكلم وجه مجرى. وذلك عرق دفين في النفس لا ينفك عنه نسيب وإن كان صالحا وعاقلا، إلا أنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال، فإن غلبه غضب أطفأ ذلك نور بصيرته وترشح منه، كما روي عن أبي ذر أنه قال: قاولت رجلا، يعني من القول، قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، وردت كف الصاع وأيضا طف الصاع مرتين، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل.
تيسر بن البيضاء عرب السوداء، فضل. فقال أبو ذر: فاضطجعت وقلت للرجل: قم فطأ على خدي، يعني دس بقدمك على خدي. نعم. ويعني هنالك صيغ أخرى للحديث وما يتعلق به حقيقة. ففي الحديث أيضا هذا رواه مسلم، قال الراوي: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، نفس اللباس هو الغلام، فسألته عن ذلك، قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأبي ذر رضي الله عنه، إخوانكم وخولكم وخولكم، فبدأ بإخوانكم، جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا شاهد في الحديث، يعني ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ومما ذكر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني والأحمد من حديثه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. ومما يعني سمعت أن سيدنا عمر بن الخطاب قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وبلال بلال حبشي، هذا سيد وهذا سيد، سبحان الله. سيدنا بلال، نقول سيدنا بلال رضي الله عنه. ثم في القرآن الكريم: بل هو الذي يعني هو الأصل الذي يجب أن نبني عليه ونشرح الرؤية الإسلامية للإنسان والكون والحياة في قضية الإنسان، يعني يؤصل من قضية المساواة في بل الاحتفاء. والآية هي قوله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اختلاف الألسن اللغات واختلاف الألوان، هذه آيات دالة على الله عز وجل، كيف الجبال فيها في جبال سود وفي جبال حمر وفي جبال بيض، سبحان الله. ولا يعجبني الكلمة في الإنجليزية كلمة tolerance، إنه يتحمل يعني ما يطلق عليه الإثنيات، وهم بشر بألوان مختلفة. وعلى كل، إذا كان اللون الأبيض هو الذي نراه على ورق الطباعة فلا يوجد إنسان بهذا اللون، وإذا كان اللون الأسود كالحبر الأسود فلا يوجد إنسان بهذا اللون. وسبحان الله. قال الإمام الغزالي رحمه الله: فانظر كيف نبه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى لنفسه فضلا بكونه ابن بيضاء، وأن ذلك خطأ وجهل. نبه أبا ذر رضي الله عنه.
وأن ذلك خطأ وجهل، وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر لأخمص قدم من تكبر عليه، إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل. ومن ذلك ما روي أن الرجلين تفاخرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم الآخر: أنا فلان بن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتخر رجلان عند موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان، حتى عد 9. فأوحى الله تعالى إلى موسى، عليه السلام: قل الذي افتخر، بل 9 من أهل النار وأنت عاشرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعن قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا فحما، في جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدوف بأنافها القذر. يعني أوجب ترك هذه المفاخرة. يعني العرب كان أهج بيت عند العرب: فغض الطرف، إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. صحيح، واستخدم أسماء قبائل عربية، لكن واضح من الأسماء يعني نسبه إلى التصغير، وأنه لم يبلغ الكعب وتحت الكعب مكان، ولم يبلغ كلابا، هي اسم القبيلة، ولكنه كأنه لم يبلغ حتى مستوى الحيوان. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لدعنا قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا فحما في جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان هي الصراصير، قال: التي تدوف بأنافها القذر، التي تدفع وتسحق، و جمع أنف بأنافها القذر، يعني الفضلات، فضلات الحيوان مثلا. نعم، فيكون أهون من هذا الجعل الصرصار. الرابع: التفاخر بالجمال. وذلك أكثر ما يجري بين النساء، وذلك سبحان الله، وذلك أكثر ما يجري بين النساء، ويدعو ذلك إلى التنقص والسلب والغيبة وذكر عيوب الناس، ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بيدي هكذا، أي إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اغتبتها. نعم، ومن أحاديث أخرى وكأنها تحدث عن السيدة صفية، أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، هذا رواه أبو داود، حديث صحيح، قال السيدة عائشة عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، ابن مسرهد، قال: تعني قصيرة، حسبك من صفية كذا وكذا، يعني تعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني للوثت، لغيرت، يعني لو كان هنالك، وهذا شيء، يعني كلمة واحدة تلوث بحرا كاملا. قالت، تتمت الحديث: وحكيت له إنسانا، يعني قلدت إنسانا. ما كأن الذي يقلد عادة، نقول عادة فيها نوع من التهكم،
فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. يعني واضح ذم هذا الفعل، هذه المحاكاة التي يراد منها الانتقاص. سبحان الله. وهذا منشأه خفي، يعني انظر اليوم من أراد أن يتزوج فيخطب، فيبدأ الناس بالحديث عن المخطوبة طولا وعرضا ولا يتركون شيئا، ويخترعون ويختلقون، ولو كان صحيحا ما لهم ولمن خطب. هو خطب هذه المرأة، الله يبارك، يا ربك الحمد لك الشكر، فلما الحديث عن يعني وعادة انتقاص. قد يمدح البعض، ولكن هنالك من ينتقص، يرى نفسه أنه أفضل، يرى نفسه أنه أفضل. سبحان الله. الخامس، الكبر بالمال، وذلك يجري بين الملوك في خزائنهم، وبين التجار في بضائعهم، وبين الدحاقين في أراضيهم، وبين المتجملين في لباسهم وخيولهم ومراكبهم، فيستحقر الغني الفقير ويتكبر عليه ويقول: أنت مكد ومسكين، وأنا لو أردت لاشتريت مثلك واستخدمت من هو فوقك، وأين أنت وما معك، وأسس بيتي يساوي أكثر من جميع مالك، وأنا أنفق في اليوم ما لا تأكله في السنة، وكل ذلك لاستعظامه للغنى واستحقاره للفقر، وكل ذلك جهل منه بآفة الغنى وفضيحة الفقر. وإليه الإشارة بقوله تعالى: فقال لصاحبي: وأحاور وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. حتى أجابه فقال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أيصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وكان ذلك تكبر منه بالمال والولد. ثم بين الله تعالى عاقبة أمره بقوله: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذا الأول وما يعني حوار بين اثنين في صوت الكهف، ومن ذلك الأول أن يعني يتكبر بماله وولده بالكثرة. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل، يعني هنالك استعاذ صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من الكفر والفقر، واستعاذ بالله عز وجل من الفقر والقلة والذلة. وكأن هنالك تفسيرات كثيرة لهذا الحديث، أما الارتباط بينها يعني وكأنه والله أعلم الفقر وقلة المال والذلة التي تنشأ عن هذا، والله سبحانه وتعالى وأعلم. على كل حال، ومن ذلك تكبر قارون، إذ قال تعالى في إخبار عن تكبره: فخرج على قومه في زينته، حتى قال قوم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كانت بعض بنات الملوك قد أرسلت إلى، يعني هذا في زماننا نحن، أرسلت إلى المدرسة، يعني لأول سنة تذهب بها أو فيها إلى المدرسة. وأعرف هذا الكلام من معلمة كانت تدرس في تلك المدرسة. فذهبت المعلمات إلى حقيبة الأميرة لرؤية ماذا ستأكل، فإذا بالعصرون كما نقول نحن للطعام، خبز وزيت وزعتر. سبحان الله، سبحان الله. السادس، الكبر
بالقوة وشدة البطش والتكبر به على أهل الضعف. والسابع تكبر الأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان والعشير الأقارب والبنين. ويجري ذلك بين الملوك في المكاثرة بالجنود وبين العلماء في المكاثرة بالمستفيدين. واليوم المكاثرة بعدد المعجبين وعدد المتابعين وإلى آخره. وبالجملة في كل ما هو نعمة وأمكن أن يعتقد كمالا وإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن المخنث لتكبر على أقرانه بزيادة معرفة قدرته في صنعة المخنثين، لأنه يرى ذلك كمالا فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلا نكالا. وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور، يفتخر بكثرة الشرب. توفي شابان على البث على الإنترنت يتفاخران من يشرب الخمر أكثر، فزجاجات خمور ونسبة الكحول فيها عالية جدا، يشرب زجاجة تلو الزجاجة في مباراة منافسة بين اثنين، فقتله الشرب على وجه الحقيقة، قتله، مات. إذن وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغلمان ويتكبر به لظنها أن ذلك كمال وإن كان مخطئا فيه. هذا مجاع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض، فتكبر من يدلي بشيء منه على من لا يدلي به، أو على من يدلي بما هو دونه في اعتقاده وربما كان مثله أو فوقه عند الله تعالى، كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منه لظنها أنه الأعلم ولحسن اعتقاده في نفسه. نسأل الله تعالى، نسأل الله العون بلطفه ورحمته، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.